لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بتزامن مع تصويت البرلمان على إلزام الحكومة في بغداد بإنهاء إدارة المؤسسات بالوكالة ومع صراع دائر بين الأحزاب والفصائل، ما مدى إمكانية التزام عبد المهدي بذلك؟ أنا لا أعتقد، لا يستطيع السيد عادل عبد المهدي أن يحسم هذا الموضوع دون العودة إلى المحافظة، ولا يستطيع أن ينفذ ما قاله حول موضوع أن هناك حكومة مهنية وتكنوقراط ويعتمد على اساس الكفاءه في اداره الدوله. اعتقد هذا الامر مستبعد جدا. هل تعتقد ان التصويت على الزام الحكومه جاء فقط لاحراج عبد المهدي بعد ان بدا الجميع يقفز من مركبه؟ اعتقد انه هو اولا لاحراج الحكومه، ثانيا لاتمام موضوع صفقه المحافظه. يبدو انه هناك اتفاق ومحافظه على كل هذه المناطق، وهناك قد يدل معارضة من السيد عادل عبد المهدي، فوضع في يعني موقف محرج. وفقا للجنة القانونية النيابية، فإن قانون سانت ليغو تسبب في مشكلة وخرق صارخ بالانتخابات، كيف تقرأ مثل هذا التصريح في ظل الصراع القائم؟ يعني قانون سانت ليغو الانتخابي هو كل في كل مرحلة من أو كل يعني كل ما تأتي انتخابات يتغير حسب متطلبات الكتل الكبيرة والطوائف ايضا الكبيره. الموضوع ليس فقط في كتل بل ايضا في قضيه طائفيه. اعتقد انه المكون الشيعي يفسر القرارات او ويفسر القرارات حسب مزاجه وحسب ما تقتضيه المصلحه المذهبيه في تشريع القوانين او في تفسير القوانين. لهذا السبب هناك تغول من المكون الشيعي على بقيه المكونات وخاصه على المكون السني، سواء في انتخابات أم في حتى المحادثة الطائفية التي أقروها فيما بينه. يرى بعض النواب بأنه ليس أمام البرلمان سوى مناقشة حجب الثقة عن حكومة عبد المهدي، ما مدى صحة ذلك؟ أنا أعتقد العامل الخارجي هو الحسم في قضية إقالة حكومة. لن تقال حكومة منذ بناء العملية السياسية من 2003 إلى الآن. جميع هذه الحكومات استمرت الأربع سنوات ما لسه بغض النظر عن نوع الأداء. فأعتقد العامل الخارجي إن كان هناك حجب ثقة فمعناه هناك عامل خارجي ودعم خارجي لمثل هذا الموضوع. شكرا جزيلا، هذا الأمر مستبعد. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين سبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.